بريك ولا ناخذ العلاقه التنفسيه الاخرى سوري العلاقه السامه الاخرى مش عارف ايه هم كده العلاقه السامه اللي عايز يخرج يخرج بهدوء عشان اللي عايزين يسمعوا يسمعوا انا ما عنديش فاهم حد يخرج اللي عايز يخرج يخرج بهدوء بس عشان الناس القاعده تسمع يعني انا بس سؤالي انه هل نفس المبادئ يعني كويس احنا نربيها في اولادنا الصغيرين مثلا يعني في عيد وعد او خطوبه او كده يعني ساعات بحس لما بقدره سامح او كده الولد ممكن يطلع عنده شعور بعدم الامان وعدم الثقه في النفس انه انا اصحابي بيضحكوا عليا وانا تحت مسمى التسامح والقلب الكبير بسيب بقى حاجتي تتاخد مني ف يعني السؤال ازاي نعمل بالانس بين المبادئ المسيحيه السليمه دي وان الولد يطلع عنده ثقه بنفسه ليس التسامح هو ان انا ابقى ضعيف وان انا اللي خسران خلي بالك الانسان المتسامح ده مش معناه ان هو انسان مخطئ بالعكس هو انسان القوي لما بيجي واحد بيضرني او بيحاول يأذيني وانا بسامحه هو دي القوه هو دي القوه لكن طبعا انا بربي اولادي بربيهم على معرفه ايمانهم في المسيح ثقتهم في نفسهم ثقتهم في ربنا استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ومن ضمن القوه دي هي القدره على المغفره القدره على التسامح فانا بعلمه التسامح لكن في نفس الوقت ببني فيه شخصية قوية وشخصية قبل نفسه تاني قبل نفسه عارفها وقبلها وبيطورها فالبالانس ده وانا بربي ولادي ده مهم جدا لكن لو ربيته على حتة انت تكسب والاخرين يخسروا ده بقى يعني حتى مثلا في المذاكرة في الامتحانات اقول له انا عايزك تبقى متفوق وكل فصل يبقى متفوق معايا برضه يعني لكن فكره بص انا عايزك تبقى انت احسن من كل الفصل هنا بغرس فيه فكره تنافس انا عايزك تبقى احسن من ابن عمك انا عايزك احسن تبقى من بنت خالتك ده هنا لما بحط المقارنه بغرس فيه الفكر التنافس او المقارنه شوف ابن عمك احسن منك في ايه فهو سبكونشسلي عايز يتفوق على ابن عمك لكن لما باجي اقول شوف انا عايز كلكم تبقوا فرحه تبقوا ممتازين متفوقين انت وابن عمك وبنت خالتك و كلكم تبقوا كل الاولاد اللي معاك في الكلاس في الكنيسه وكل الاولاد اللي معاك في الفصل لما نقف نصلي نصلي انك بالكل فهنا يبقى زي ما بقول يوجد اكثر من رابح كلنا بنكسب مع بعض مفيش واحد بيكسب والتاني بيخسر واضح؟ اسئله تاني؟ اديهم بريك بلدين تبقوا 10 دقايق شوفوا ساعة